أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے اللہ ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا. ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑا لوگوں کو ڈر سنا دو. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. معدس سامعین، برادران اسلام، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے یہ سورۃ مریم کی آخری دو آیتیں پڑھی ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا فانما یسرناہ بلسانک لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مومنوں کو بشارت سنائی ہے، اور بشارت بھی وہ کہ نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ اے ہمارے نبی آپ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ. یہ آیت میں نے اس لیے آپ کے اوپر نازل کیا کہ آپ مومنوں کو یہ بشارت سنا دیں. وَتُنذِرَ